شادي بيت للكل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها مع مرور عام كامل على العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كامل فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد. سواء في هذا العام فقدنا الأحباء، فقدنا الأطفال والنساء والشيوخ، دمرت البنى التحتية ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية أيضا، وسرقت الأراضي والاستيلاء أيضا على الأموال الفلسطينية في هذه الأيام الطويلة والأشهر الطويلة. كذلك نفذت قوات الاحتلال مشاريع استيطانية ضخمة، آلاف الوحدات الاستيطانية على الأرض، مخططات كثيرة كانت حبيسة الأدراج، ولكن استغلت دولة الاحتلال وحكومتها المتطرفة الظرف القائم وانشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة بتنفيذ مخططات كبيرة في مدينة القدس أيضا التي تعاني، تقطيع أوصال الوطن الواحد، عزل المجتمعات الفلسطينية في كانتونات معزولة. في الشق الآخر كان العالم ينتفض في الشوارع، ينتفض في مراكز المدن بمظاهرات مليونية طالبت بوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية على الصعيد أيضا القانوني وعلى صعيد تحركات المجتمع الدولي. حتى اليوم تطالب بلجم العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر وإراقة الدم الفلسطيني، ولكن الدولة المارقة، دولة الاحتلال، حكومة المتطرفين أصرت على استباحة الدم الفلسطيني حتى يومنا هذا، وتنفذ كل هذه المخططات برعاية وشراكة من الولايات المتحدة.